يعني ايه؟ يعني هيضحي بيك عشان يحمي نفسه؟ ما انا قايل لك يا سيد، قايل لك ان السكه دي سودة واخرتها طين، واللي يتسند على معلم المنبار ده يدخل في الحيطه. خلاص بقى معلم سلطان، فات الاون على الكلام ده. ايوه. طب هو ما قالكش مين اللي طالب رقبتك؟ بيقول مره مره بس من فوق قوي. ايوه، من فوق فين يعني؟ عند اللي ما يقدرش يلوم، لا الا لو ترد لهم كلمه يشيل هو الليله. السلام ليه؟ الشايب في زمانه. المره دي اسمها موجه الشايب، تسمع عنها؟ موجه الشايب كنت تكون بنته، بنت اخوه. بس الشايب ده من زمان قوي، يعني من ايام انا وابوك، على قديمه يعني. مش عارف اذا كان عايش ولا ميت، ولا ميت على الدنيا. بس سيبك من الحكايه دي، يعني انت دلوقتي راجل فودة. طب هو ما قالها لكش صريحة كده؟ ماليش فيه. لا مش صريحة، بس هو عامل فيها عايز يساعدني ويقف جنبي عشان يطرمخ على الموضوع. ايوه بس ايه الضمان ابو خلصت؟ الضمان انهم يستنوا فودة وما يعملوهاش هم بنفسهم. انا ولا يفرق معايا. طب خليهم كده يفكروا عليها الحرام لاجيب بطنهم نصين. يا عم اهدى شوية وبلاش فتحة صدر. الله، يا خناقة في خمارة ابو خلصت. ما انت حر في نفسك يا اخي، انما اللي منك، اللي منك دول مالهمش ذنب تشيلهم ليه الهوا ده؟ امال كنت عايز نعمل ايه؟ الدرس المعيز؟ لا يا سيد، تسافر. اسافر؟ تسافر مطرح ما جيت يا سيد، شويه كده وترجع تاني. وعلم على روحي. بقول لك يا معلم، كله على وضعه، وانا ليا تصرف تاني. انت حر يا سيد. مبروك يا مصر، مبروك يا مين، مبروك يا الحاج، مبروك يا ابو خالد، مبروك يا يمي. خلاص بقى. يو يابا، دي تالت مرة تتفرج عليه. أنا كان قصدي بصيتك. أنت عايزاني أشوف بنتي بتبصلي وبتكلمني ومبقاش مبسوط؟ أنت رديت فيها الروح يا نصر. طولت العمر ليك يابا والمدد. طب والله العظيم لولا الملامة ما كنا عملنا أي حاجة غير لما تبقى في وسطنا. يا نصر، أنا من يوم ما خلفتك وانا بحلم بيوم فرحك. انت اول فرحنا واول فرحنا يا بنت. بعد كده جه سيد واحمد ورحاب، وزعت الحلم عليكم كلكم عيل عيل. لكن لما جت ايه كنت فرقتكم خلاص، ما شلتهاش على ايدي. دوم بنت الكلب تعملها وتسبقكم. يابا، اصل الفرح زي الحزن، كله بيطلع من قلبه. والفرحة اللي أنا شايفاها في عينك دي تسوى الدنيا وما فيها. يا حبيبتي يا نصرة، إن شاء الله ربنا هيعوضك. أنا تعبت أوي يا نصرة. الحلم بقى تقيل عليا وقلبي ما بقاش بيستحمل. أوقات أقول لنفسي يا ريتني كنت مت بجد. بعد الشر، بعد الشر عليك يابا. الصبر يابا، عشان ربنا كبير. قام خدها على كرامته وعاوز يضيع نفسه بلاش. الله، وانت مقدر نفسك ليه يا معلم؟ ده انت عملت اللي عليك والزياده. وبعدين لما مؤاخذه يعني التوبه دلوقتي في حجره، يعني حاجه عليها لحد ما تعوره في وشه يرميها ويقولها في كيك. يا ابن افهم افهم، بقول لك خدها على كرامته كانه عايز يخلص ويلبسها فيا العويل. طب بقول لك يا اخو، نهايه الحوار عليا الحرام من دينا اجيب لك جابته بايدي لو حكمت. لا مؤاخذه يا فندينا، لو خايف حل روحك من الحوار ده. خايف؟ شوف العويل التاني. فكرك يا طيب، مين اللي سحب على الست موجه وشوشها باسم سيد بوخارست؟ وانا ليا بيه في الليله دي يا افندينا؟ ده انا باخدك اخوك ما اخدلكش الاذيه. لا ترضى. هتبحلق لي. عقلك وزه كان لك اضرب جمالين في ركعه واحده. اخلص من الواد اللي واكل عقل اخويا. وافرش بقى مع الست موجه عشان. طب مانجا طيب يا افندينا، انك عارف ان الواد واكل بدماغك حلاوه عشان تتبلع على اخوك ابن امك وابوك.
لا والأكادة يا فندينا إن إيدك بترعش في دم في مصلحة. هو الواد ده عامل لك إيه يابا؟ مش هو اللي عمل لي. افهم. أبوه معرقب كتافي بعشر سنين. يوم لما يحل أجل. أمد أنا إيدي وأخده ولا في جنب. طب والست موجة هنعمله فيها إيه يا فندينا؟ ساعتها بقى نشوف لها سكة. طب والكعبة الشريفة؟ والكعبة الشريفة عم الدنيا وسيد الناس، شافت دماغها؟ شافت دماغها يا جدع؟ وبعدين احنا مهما طلعنا ولا نزلنا، ما الواد بوخارست ده ابن النصرية، والنصرية طول عمرها تنصر أهلها على الغريب. وياكش تولع. هتفضلي بصلي كده ما بتاكليش؟ بشبع لما ببصلك. واحدة أكلك أنا. مبسوطة يا بطة؟ مبسوطة؟ ده أنا طايرة من الفرح. للدرجة دي؟ وأكتر ورحمة أمي. يبقى مفتاح الباب. إزيك يا بطة؟ الحمد لله كويس اني لقيتك يا احمد. ايه يا حبيبتي تعالي اقعدي كلي. لا الف هنا انا سبقتك. طيب اعمل لكم حاجه تشربوها بقى. ماشي يا حبيبي. علي يا حبيبي مالك خير؟ خير يا حبيبي مفيش حاجه. انا بس كنت حاسه انك وحشني وبقالي كتير ما شفتكش وما اتكلمناش زي الاول فقلت اما اعدي عليك. معلش انا عارف ان الفتره اللي فاتت دي اتشغلت عنك كتير. طمنيني عليك انت عامله ايه؟ مش عارفه يا حبيبي. ما بقتش عارفه مالي، حاسه اني تايهه كده ومش عارفه اركز في حاجه. هو اللي حصل برضو من ايه وصلاح ما كانش شويه انا عارف. انت بس محتاجه فتره كده عقبال ما ترجعي زي الاول واحسن. لحد امتى بس؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. حاسه اني لوحدي وحاسه ان انا هفضل كده طول عمري قلقانه وتايهه وخايفه. بفكر في اي حاجه عايزه اعملها او اي كلمه عايزه اقولها الف مره. حاسة ان انا مش رحاب بتاعت زمان. اتفضل. شكرا. ده انا حتى احمد انا مش لاقي حد اتكلم معاه. مش قادرة اطلع اللي جوايا لاي حد. خايفة كلامي يعمل مشكلة ما بقاش قدها. احمد ارحب معاكي كملي يا حبيبتي. لا خلاص انا لازم امشي ورايا حاجه لازم اخلصها. نبقى نكمل كلامنا بعدين. كويس ان انا اطمنت عليك. ماشي يا حبيبتي خلي بالك من نفسك. انت بتكلمي مين؟ رد عليا. بلاش بصة الشك اللي في عينيك دي يا احمد. انا بتاعتك انت وبس. مش انت اللي رحتي لبوخارست وقلتي له يوافق عليه؟ ايه اللي مزعلك بقى دلوقتي؟ وانا كان بايدي ايه بس اعمله وما عملتوش؟ هو كده كده ما كانش عايزني. يبقى لا انا ولا هي كمان؟ بس انت ازاي تقبلي تشوفيه بيضيع قدام عينيكي كده؟ وانت اللي بتساعديه على ده كمان؟ اللي بيحب حد بيحب له الخير. وانا حبيت صلاح بجد. ما كنتش هتبسط ابدا يعني لو خسر كل حاجه زي. بالعكس كنت هحزن بزياده. طب وانت يا رحيم؟ انا هنسى. لازم انسى. بس انتي على ما تنسي ممكن تخسري نفسك. كل ده مش شاغلني ولا مخوفني. مش عارفه ليه اكتر حاجه مضايقاني ان مفيش اي حد حاسس بيا. كله تايه ومشغول. محدش داري بحد. حتى احمد اللي كان سرنا سوا اللي كان كلامي معاه بيريحني دلوقتي مش لاقيه ولا لاقيه غيره. محدش بيبكي على جرح حد يا رحيم. وديكي لسه قايلاها كله تاني.
ايوه بس دول اهلي. ساعات اقرب الناس لينا هم اللي بيكونوا سبب تعاساتنا. تعرفي؟ انا ما فيش حد اذاني في حياتي كلها اكتر من حد. كان اقرب حد لي. ده المفروض يعني. بس حياتي كلها اتدمرت بسببه. وقدام عيني وهو كان بيتفرج. كان بيتفرج بس. وعملت ايه؟ حبيت نفسي. ركزت معاها وتعبت عشانها قوي. بعدت عن كل اللي ضايقني. صحيح ما قدرتش انساها. بس على الاقل ما بقوش شغالين تفكيري طول الوقت زي زمان. يا ريت اقدر احل كده. يا ريت. لو عايزه هتقدري. انا جاي اتاسف يا معلم على اللي بدر مني وطالب السماح. كانت وزت شيطان وراحت لحالها. ايه القرصه جابت دم؟ والدم ساح على الارض يا معلم وطرطش على الخلق اللي ماشيين. طب انا ايه اللي يضمن لي انك ما تعملهاش تاني؟ ها راجل ما حلتش الا سمعتي يا بلبل. سمعتك على راسي يا معلم وانا هبقى اول واحد يحافظ عليها. لما انت قلبك طري كده وبتجيب ورا زي النسوان كان لازمتها ايه فتحه الصدر من الاول؟ اعتبرني كنت مبرشم والبرشام طفع على عينيا بس خلاص فقت وجاي اصلح الغلط. بس يعني لا ما بسش يا معلم. يا معلم انا اتمسح بيا الارض واللي يسوى واللي ما يسواش كانوا عيش عليا. عشان واطي واطي وبتعض في اي حد في طريقك. بس عشان اهبل وقعت فيا ابوس ايدك ورجلك يا معلم. اعمل فيا اللي يرضيك بس بلاش شغلي. رجعني زي ما كنت وانا هبقى طوعك هنفذ اللي انت عايزه. ماشي هترجع بلبل بس من هنا ورايح انت بتاعي. ها لما امر تنفذ. ومن غير ما تؤمر يا باشا انت بس تشاور. اديني اماره بلبل طياره. طياره. ماشي. خايف في الاخر تطلع توك توك. هنشوف. يا معلمش انت انا مش مفطم معلمك على يومين كمان بعد الليله. ايه اللي حدفك علينا في البدري؟ بدري ايه؟ انا كده جايلك في المتاخر. الليله زنقت. معناته ايه الكلام ده؟ الحكومه مترشقه في كل حته على الطريق. شكلها كده هرشت الموال وانا يا دوب كده عرفت اسلك بالعافيه. لازم نخلص النهارده. قلت ايه؟ على مهلك علينا. ما تلفش دماغي وتبلفني تحت باطك. فود عنده علم بالكلام ده. يعني انا اجي من دماغي العربيه واقفه بره هتحمل الحاجه وتاخد عربونك؟ ما تأخذنيش أسمعها منه. ماشي كلمه. مقفول. خلاص نستناه. ما احنا بنوزع جبنة رومي ولا بسطرمة؟ يا عم حيلك علينا. حيلي أنا اللي هيتقدم لو ما خلصناش النهاردة. عربونك في جيبي، انت خايف من ايه؟ وافرض اتقفشت، اخلص انا في الضاعه زي دي بحته عربون. يا معلم شندي، انت اول مره تشتغل مع معلم فودة ولا ايه؟ ولا انت بتيجي بالزنقه وتفك؟ يا عم انا شاري. اسمع يا معلم شندي، الناس اللي هتامن الطريق ما قدامهاش غير النهارده، غير كده بقى تستنى ثلاث اربع اسابيع، قلت ايه؟ خلاص بقى انا قلت اللي عندي. يا سيدي ماشي يا عرب
انا كمان كنت بحس اني عروسه وانا قاعده ساكته زيك كده، وانا حاسه بايدي عليا بتلمس كل حته في جسمي. بس هو ما كانش بيحبني، ما كانش بيسرح لي شعري، كان بيشدني منه، كان بيوجعني. وانا ما كانش بيبقى في ايدي حاجه اعملها غير اني اغمض عيني واسكت. بقول هتعدي، دلوقتي يزهق مني ويرميني لحد ما يجيله مزاجه تاني يقعد يلعب بيا يكسرني يشخبط عليا. ما هو اشتراني. بس يلا الحمد لله اهو مات. واحلى حاجه في حياتي بقى دلوقتي انك قاعد كده ما بتتحركش وما بتتكلمش، عشان وقت ما انا يجيلي مزاجي اجيلك واقول لك اللي انا عايزاه وانت تسمعني وما تعرفش ترد. خلاص بقى يا بلبل بقى حقك عليا يا اخي. ياب ما تكبرش الموضوع مش كده. طب حط نفسك مكاني. الواحد نازل الشارع دماغه فايره، الاقيك ماسك في ابويا، هعمل ايه؟ وانت عارف اخوك عصبي في الفاضيه وفي المليانه. وانا فيا اللي مكفيني يا صلاح، وبصراحه كده مش حمل غباوتك، وبصراحه ومن الاخر يعني ما كنتش مستنيها منك انت بالذات. طب خلاص حقك عليا. قلت لك غلطه ومش هتتكرر. يا ساتر اهي. وادي راسك كمان. يا جدع خلاص، ده انا بحبك وربنا بحبك. ما خلاص يا بلبل، بقى له ساعه عمال بيراضي فيك. بعدين ما انت عارف صلاح كل شويه بمصيبه ومشكله، بس قلبه طيب وحلو. ماشي كلامك يا ابوخه، خلاص غلطه وعدت. قول لي بقى عملت ايه مع فودة؟ اسكت، دي كانت واقعه طين. اول ما طلعت التليفون عشان اقفله ببص لقيت وشه زي ظهره، وكنت هار لحسن الراجل يتصل على التليفون ويلاقيه مفتوح وتبقى لوصه. يا نهارك ازرق، ده شندي لو كان اتصل ولقى التليفون مفتوح كنا هنتخزق كلنا. بس انا ما سكتش، اخوك يعجبك، رحت مدشدش امه اهو. يخرب بيت دماغك. كسرت التليفون؟ ده انت اخرك صول مش امين. كسرت انت هتعمل ابن اخت راديو طلعت، ما انت مش هتعرف تقفله انت كمان. طب قول لي رسمت عليه الدور صح؟ عيب عليك، صح الصح. يعني هيرجعك؟ يرجع مين يابا؟ ده ما يعرف الملعوب اللي احنا عملناه فيه هيعلقني من كعوبي. طب علاء الحرام لو عمل حاجه بس كده هدغدغها فوق امه وندفع. والله زي ما بقول بس يا صلاح اهدى، مش ناقصين مشاكل، ما تقلقش مش هيحصل. ما قلقش ازاي بس يا بوخه؟ ما هو الراجل ده الوحيد اللي كان ممكن يرجعني زي الاول. ما هو برضه اللي هيرجعك. ازاي؟ مالكش دعوه بقى، مش عايز ترجع سيب ايدك ورايح ظهرك واتفرج هنعمل ايه. ما رجعتش يعني؟ الحكايه هي الادويه مش عندك ولا ايه؟ لا موجوده، بس الدكتوره كتبت لك الادويه دي ليه؟ والله ولا اعرف، ده هم كلمتين وقلبتني عشان الناس مترصصه فوق بعضها. هو انت رحت لها ليه اصلا يا ميس؟ ما اعرفش، حسيت كده ان في تنميله ماسكاني من بطني لحد صوابع رجلي، بس هي قالت لي شويه تعب وهيروح لحاله عشان ضغط الشغل. يعني هو في مشكله ولا ايه؟ لا يا ميسا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس الأدوية اللي هي كاتباها لك دي بتعالج حاجات في الرحم. رحم؟ لا يا أخويا أنت كده قلقتني، ورحمة أمك لا تقولي على اللي فيها. بصي هو يعني اللي هي كاتباهولك ده معناه إن عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ أيوه بيعمل إيه ده؟ بس هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجة، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود،
طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني انا مش هخلف يا احمد؟ هبقى بور؟ ماليش طرحه في بطني؟ لا يا ميس، انا اقصد تقصد ولا ما تقصدش؟ انه ليلى بقى اللي كان السبب. انا لا عايزه ادويه ولا غيره. الشافي هو ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كنت فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانا قلت حاجه غلط؟ كنت فين؟ كنت في الشغل طبعا، ما انت عارف. وبعدين البرنامج خلاص فاضله ايام ونبتدي. برنامج ايه لحد دلوقتي؟ وبعدين ينفع يعني القمر ده يدخل متاخر كده؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، ما تشتغليش بقى من اولها، احنا لسه على البر. لو مش عاجبك قول لي. ليه كده يا بنت؟ انا خايف عليك. بنت بص يا حبيبي بقى كده من اولها، انا مش ميسه مقدمه شقاقه من التين والشوك عشان تفرحها بكلمه يا بنت دي وتطير بيها من الفرح. انت غيرك بيقولوا لي يا ايه هين، وانا عذرك طبعا انك مش هتعرف تقولها ولا تنطقها حد، بس طالما ما بتعرفش يبقى تتعلم. ثانيا يا صلاح، حط على قلبك مروح وما تخافش، عشان اوعي لنفسي كويس قوي. يا بنت انا بحبك، هو حد لاقي؟ ده انت المفروض تفرحي ان في حد خايف عليكي وتنبسطي. بقول لك ايه، انا مش عيله صغيره ولا اتبسط بالكلام ده، وانا ما بحبش الخنقه، ما انت عارف كده كويس. هتحبكها عليا هدعمك. ولا حبكتها ولا عملت حاجه، ده هما كلمتين يا بنت الناس. هما الكلمتين دول بقى بالذات بيقفوا في زوري. اتاخرتي ليه؟ رايحه فين؟ يا صلاح يا صلاح، انت لو بتحبني بجد وواثق فيا خليني اركز في شغلي عشان اكبر فيه. يا ست الهوانم، انا ما عنديش اي مشاكل، بس انت برضو ما تحبكيهاش في التاخير وفي النزول وفي المنوع. ما بسش يا صلاح، انا لما اخترتك وافقت عليك اخترتك عشان انا واثقه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي. انت طموحه زيي وعايز تكبر وتعلى في شغلك. انت الوحيد اللي هتقف جنبي وتساعدني، وتساعدني بجد مش كلام. وانا عند وعدي وهساعدك بجد. طب لازمته ايه بس الوقفه والكلام ده؟ ملوش لزوم. يلا تعالى اوصلك. يلا حبيبي. يا عيون حبيبي. وصلني من شندي. ده حصل يا سيد؟ حصل يا معلم، بس قبل ما دماغك توديك وتسيبك اسمع مني الكلمتين الاول. ما بقاش فيها سامع يا ابن جلال. انا سبقت معاك بالخير، وانت بدل ما تقدرني لعبت من ورا ظهري وحطيت ايدك على بضاعه مش ملكك. صربعت اللسان بتجيب الغلط يا معلم. تعال شوف الاول بعد كده نتكلم. تعال. البضاعه بتاعتك في الحفظ والصون، ما انش عليا يخلع بنصيبي لوحدي. الله، كان لازمته ايه تعمل ده من الاول؟ ما خلصنيش ارجع في كلامك معايا. اسمع يا سيد، انا ما رجعنيش غير خوفي عليك، كنت عايزك تكن وتخفى وفطمتك على اللي فيها. وانا قلت لك ما تقلقش عليا. تعالى بقى اركب معايا نتكلم كلمتين في الهادي. بخصوص ايه؟ تعالى بس. يلا ماشي يا سيد، لما نسمع اخر كلامك. خلاص يا يوني، ما بقاش ليا اسم في اي حاجه انا عاوزتها، لا منها طولت الراجل اللي انا تمنيته، ولا حتى جبت منه عيل يعوضني غيبته. يا بنت ما تفوريش على نفسك، يخرب عقلك. مش احمد قال لك الحمد لله ان انت بخير؟ الدكتوره الموكوسه لما رجعت لها قالت لي ان انا لو اتاخرت بزياده مش هخلف. ومين قال بس ان انت هتتاخري؟ يعني انت شايفاها قربت؟ ما قدامك هو ايه وصلاح، اكتر اتنين في الحاره دنيتهم مش مولفه على بعض، وهم اتلموا. انا وسيد اللي مقسومين لبعض من واحنا صغيرين، ما يبردش حتى ناري. يا بنت ده نصيب، وكل شيء باهوانه، ولو وقفتي على راسك كده ما هيحصل الا لما يجي. وليه انت بتهديني ولا بتقهرني بزياده؟ انا بوعدك يا هبله، مش كل اتنين الدنيا جمعت بينهم بيكملوا، ولا كل اتنين الدنيا وقفت ما بينهم بيعطلوا. لا حول الله يا رب. يعلم الله، يعلم الله ان انا بستمنى الخير للواد صلاح والبنت ايه. بس انت تنيتي غير تنيته، ما تعمليش بقى زي النسوان الطاقه وتركبي لي حد والدف كعب ده وتقولي اشمعنى. امال اقول ايه؟ اقول امين وارضه بنصيبي؟ طب ما انت اهو
قلتيها 100 مره. خدتي ايه؟ اديكي عايشه ومن غير ضل راجل ولا حتى عيل يسند خطوتك. عايزه انا ابقى زيك. حقك عليا يا اختي، والله العظيم ما اقصد يتقطع لساني. ايه يا بنت؟ ايه؟ شايفاني بضفاير؟ ولا مش علقه دمعتي على خدي واقولي حسره قلبي؟ على فكره انت معاكي حق، انت ما غلطتيش، انت قلتي الحق. بس انا غيرك، انا غيرك. انا مشيت ورا الدنيا، جريت وجريت وراها لحد ما فاتني اللي انت قلت عليه. بس انت غير كده، انت مثبته في فرحتك. يا معلم فؤاد، وش عاجبك ولا ايه؟ بحاول اقراك بس مغبشه. انت ليه هتغاوي صحابها بيني وبينك؟ ماشي يا سيدي، انا سهل عليك، انا هحل لك من حق البضاعه خالص، ايه رايك؟ لا هو ازاي يعني؟ هتاكلها كلها لوحدك؟ عيب عليك يا سيدي المعلمين، انا حقي خدته، حق البلد بقى، اصل مصر دي غلبانه قوي يا معلم. يعني في ايه؟ ادي النيل على حصنا. العجل ريح. ثانية واحدة، أصحيه وأجي لك على طول. سيد. سيد. أهلاً يا معلم فودة. ومنورنا بنفسك. أهلاً، أهلاً يا باشا. الحملة دي على إيه ولا مؤاخذة؟ رحب بيا نبيل. يا ألف مرحبا يا معلم. سؤال رفيع كده. هي العربية دي مترخصة قوي؟ ولا عادي؟ قليلة. هتنسى نفسك ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ده احنا ليلتنا بيضة على بني. خالص الكلب. تعمل معايا كده بعد ما عفيت عنك. ازاي؟ عشان طول عمرك واطي وبتعض في الايد اللي بتقابلك في سكتك وبتاكلها، وعشان كده ليلتك سود عشان وقعت معايا. يلا بينا. يلا. اتفضل يا باشا. معقول المعلم فوضى الاسمر يلبس وبالسهوله دي؟ يا جدع احنا دغمغناه الرصاص ونفد منها ابن العفاريت. تيجي على قهوه نسمع، واهو مالناش يد فيها، ادينا بنتفرج زينا زي غيرنا. صحيح كده بقى، تمامه هيلبس فطوره لغايه لما يخلل او يبقى له اصحاب. الله يرحمه بقى يا معلم معاوض. معلم معوض الاسمر دي نصر كبيرة قوي يا رب. على الحرام من دينا حمادة، انا ما كنت متخيل ان اليوم ده هيجي. ازاي ما يجيش يا نجم؟ لازم يجي طبعا. انا قلت لك زمان اللي يصبر يوه. صحيح، بس اترستقيت لك حلوه قوي يا فودة يا اخويا. دماغ بنت حرام قوي يا طيب اللي عملك كده. خد نصيبه. يلا شوف انت بقى نصيبك. السوق كله بقى بتاعك يا نجم. شوف بقى عايز تدوره ازاي. لسه السوق مش تحت ايدك والله. طيب ازاي مش تحت ايدك يا جدع؟ ما خلصت خلصنا. لسه فاضل حد. لو تمت يبقى هركب السوق وادلدل رجلي براحتي ركوبه ملوكي، وابقى المعلم معوض الاسمر الجامد. ابقى طيب. حلال الله وارضى. كده برضه يا ميسا هتخبى عليا كل ده؟ طب هو انت ليكي من غير سيد عشان تشتكي له؟ ما تتحط بقى، هو في حد عارف اللي في قلبي قدك؟ وازاي دكتور احمد يخبى عليا كل ده؟ طب لما اشوف. طب خلاص خلاص بقى يا بنت، بتعيطي ليه؟ خايفه، خايفه من كتر الشكوى تقول عليا مرض ان انا مش شايفه من الغربان. بس انا يعلم ربنا مش طالبه من الدنيا دي كلها غيرك. خايفه احسر قلبك، ما اجيبلكش العيل اللي انت بتتمناه، اللي يشيل اسمك واسم ابوك، وساعتها هتسيبني مش كده؟ أسيب مين يا بت؟ يا بت أنا ماليش غيرك، حتى لو قدرها ربنا على كده، ورحمة أم عيال الدنيا كلها ما هتغنيني عنك. صحيح يا سيد؟ صحيح يا سيد. طب وحد ضحكتك دي ودمعتك دول؟ لا فرحك قريب هنتلم أنا وأنت في بيت واحد،
وهدلعك دلع مفيش بنت في مصر كلها تدلعيله. بس على الله نحس امك ده يتفك احسن بقت عاده. خلاص بقى. صراحة نفسين عدالة يا ابو الصلح. ايه رأيك؟ زهر زي الزهر. بركة الكوميسيون. بس انت سقطت عليهم منين دول يا صلح؟ عارف يا بلبل؟ انا قريت كتير قوي على قضايا الحشيش. وعملت ايه؟ امتنعت عن القراية. انت مالك انت سقطت عليهم منين؟ هو شد ولا بحذاء؟ لو انت صادق سد وتحريات كده كده. تصدق ان انت ود ابن كلب زي صاحبك؟ وانت خف شويه على فرش الحش، خلي حته لبكره. قوموني قوم يا اخويا. ايه الحق ده غرس؟ غرست في الكلام. ليه انت رايح فين؟ لا انا عندي شغل، هنزل افوق شويه كده قبل ما اروح. ماشي ماشي يلا. خلي بالك من السلمه المكسوره. ادي فوق. ملك يا وني مش مظبطه. مفيش يا اخويا. مفيش؟ ده انا شايف كلاب سهرانه مقطعه بعض في دماغ. في ايه وليه؟ قلقان. قلقان قوي صراحه من مشوار الليلاتي. قلقانه؟ طب ما تلغي ولا حتى قفلي تليفونك. يخيبك واد. يا واد ده بدل ما تديني نفسين في عبي وتقول لي قومي روحي. اديكي نفسين في عبك لكن قومي روحي ايه؟ وانت صغيره؟ ده انت مطلعه اجيال. يا اخويا والحمد لله البنات في كل حته رافعين راس. ما شاء الله عليهم. بس برضه بالتختة نفسي نفسي كده ألاقي الناس كلها بتبص عليا، بتبص على رأسي، والصالة بتتكسر بالتزييف، وكيد نازل عليا من رأسي لساسي. بس أنا خايفة، خايفة حد يقول لي كلمة كده ولا كده. طب عليا الحرام لو حد نطق بالرضي لكن فالقوا نصين ومعلقوا على باب الصالة. جرايه وليه؟ ده انت يونيا غيرش بس شويه الروس اللي جم بهدلوكي. يا اخويا هما والزمن عليا. دخل عليك برضك ان اعملها معاك ابو نسب؟ يعني انا قلت معلمك وحشك قلت اطلعهولك. والله انت ليك دلاله على الحكومه تطلعه في السريع كده ولا ايه؟ لا ده انا كنت مطلعه مخصوص، قلت يحضر دفنتك ويرد على طول. يا جدع عيب عليك، انا اعملها معاك برضك. ده العفش اللي اسمه معوض حب يقدم رقبتك عربون محبه اللي اسمها موجي. يعني ايه؟ يعني معوض كان عايز ياخد مكان فوده؟ بيهم زرايب بعيد عنك لما تحل اللي جامع عن ظهره. ينفش ويعمل فيها طور هايك. سيبه خليه هيج ويجيب اخره لحد ما يجي تحت المفرمه يقول سامح يا معلم. طب اسمع مني بقى، الواد ده تمامه حاجه واحده، يتعرقب ورقبته تطير فيها قبل ما تطول اكتر من كده. طب اسمع مني انت بقى، الواد ده لو نهايته جت على ايدي ابقى بصيطه وبعمل له مقام. يا جدع مفيش وقت، أنا لو رجعت له وإيدي ناشفة من دمك هيبعت وراك غيري. ويا عالم بقى ممكن ياخد حد من أهلك وناسك في الطريق. ياخد حد من أهلي ولا ناسي؟ اخلص. اسمع مني يا جدع. أول ما افتكرت يا متر لما المدام أمرت جيت، إنما اللي نسي أو قرر إنه ينسى يبقى هي. يعني ايه يا شاهين؟ انت غلطت يا فودة وبدل المرة ثلاث مرات. وانا بقى يتعدى عليا ولا ايه؟ تقدر تقول لي عملت ايه في الواد اللي طلبت رقبته منك؟ مش هو ده نفس الواد اللي ضحك عليك ورماك الرمية اللي انت فيها دي؟ مدام صبرت عليك كتير قوي وجابت اخرها معاك، وبعدين طالما انها قررت انها ترفع ايدها عنك يبقى اصبحت ما تلزمهاش. معناته ايه الكلام ده بقى؟ فوضى الأسمر اللي يتباع ببلاش كده يا شاهين، ده نجيب عليها وطيئة. اركز وعقل يا فوضى، انت كنت تاجر كبير في السوق وعارف أصول اللعبة كويس، وعارف إن اللي بيقع ما بيتقوملوش. أنا لسه ما وقعتش يا متر. روح قول للمدام إنها مجرد خبطة وحقق بعدها، خليها تخرجني من هنا هتشوف بنفسها اني هرجع احسن من الاول. الباب خلاص اتقفل،
انما انت بقى لو هديت وعقلت كده ونسيت القديم هتكمل بقيه حياتك على خير، انما لو هلفظت بالكلام وعملت زي العيال مالكش داعي، هنترحم عليك قريب. ما كده يعني مادام دلوقتي بعتاك عشان تهددني، بعد كل اللي عملته عشان هنسيني اللي فاتت دي كلها، طب اسمع بقى يا متر واسمع كويس عشان تروح تسمع للمدام، السوق لسه تحت ايدي، لو ما خرجتش من هنا عليا الحرام نخربها لكم. ان شاء الله يكون مين؟ عروسة. عروسة، تخيل حياتك دلوقتي ما بقتش تساوي غير عروسة سجاير. الله حالتها يا سيد. ايه الدخله انت داخلها عليا دي يا جدع؟ فاكرها فوضى زيان فوده ولا ايه؟ ولا قاسم لك نمره شبح وجاي تنفذها معايا؟ اكتب اطلع اقطع وشك يا جدع. تقطع وش مين؟ مش عيب تكلمني كده في بيتي يا سيد؟ انا اخمن دي اكلك صح يا سيد؟ تكون صاحي؟ ايوه اكلك صح يا سيد. ايه يا سيد؟ تاكل مين يا سيد؟ يا سيد يا سيد
وسعاد.